مشاهدينا، للحديث أكثر عن العملات ينضم إلينا هاتفيا من دبي رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك رائد. أبدأ معك من الدولار ومن اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ما المتوقع وما الذي نترقبه من اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي ينتهي اليوم؟ بالتأكيد هو الحدث الأبرز على الأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع اجتماع الفدرالي الأمريكي. ما ننتظره هو تأكيدات أكبر حقيقة من قبل أعضاء الفدرالي الأمريكي ومن خلال البيان الذي سيتم عرضه، بيان سياسة النقدية يؤكد عن إمكانية التوجه نحو تشديد ثالث ورفع ثالث لأسعار الفائدة خلال هذا العام في الشهر القادم ديسمبر. مثل ما ذكرتي لا نتوقع أي رفع، لكن يكفي التركيز على التوجه نحو تجديد السياسة النقدية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. هذا تماما ما ننتظره من هذا الاجتماع، وهذا تماما ما يحتاجه الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم حتى يكمل النماذج الفنية اللي نحن عم نتحدث عنها، اللي هي إمكانية الصعود بشكل أكبر. طبعا أي تصريحات من شأنها تقليل هذه الاحتمالية، وذلك بالإشارة إلى بيانات تضخم أو تراجع في التضخم أو انقسام الدخل الفيدرالي نوعا ما حول التضخم المنخفض وأثره على تشديد السياسة النقدية، قد يؤثر ذلك سلبا على الدولار. من المتوقع أن يعلن ترامب عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، توقعات كلها تشير إلى جيروم باول أن يكون هو رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلفا لجانيت يلين. لو فعلا تم تعيينه، ما المتوقع لحركة الدولار؟ حقيقة جون باول هو أحد الكانديدات أو المرشحين الذين يتجهون نحو تشديد أقل في السياسة النقدية، فهو يتصف بأنه يعني تشددي ولكن يميل أكثر إلى إبطاء عملية تشديد السياسة النقدية، أي بمعنى آخر قد يكون لدينا عدد مرات رفع أقل خلال العام القادم والعام الذي يليه. سوف يكون لدينا تركيز أكبر على مفردات الاقتصاد الجزئي من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون هناك رفع أو خلينا نقول نظرة تشاؤمية بعض الشيء من خلال رئاسته لمستويات التضخم بالفترة القادمة، وبالتالي قد يكون هناك ضغط أكبر على قرار رفع أسعار الفائدة. حقيقة هذا ما يريده ترامب ويميل إليه بشكل أكبر، وهو إبطاء عملية تشديد السياسة النقدية حتى يستفيد الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر من المومنتوم التيسيري أو الزخم التيسيري الموجود داخل الاقتصاد، حتى نرى مستويات أعلى للأسهم ولأداء الاقتصاد إجمالا بالاستفادة من السياسة التيسيرية، أي إبطاء عملية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، وهذا ما يتفق معه ترامب.